تننكم لان فعلا فعلتوا هذه المقاربه التشاركيه بكل معنى. وفي الاطار فصل 12 ديال الدوسو مزيان جميل جدا، كل جهه عطيتوا دابا المثال للجهات كلهم والمكاتب الجهات 12 في المغرب باش يديروا بحالكم. نعم وثقوا بيا سيد الرئيس، راه الرياضه ماشي صداقه، ما تنعطيوش للناس هاك باش نعاونوكم ولا هذا، لا، الرياضه حق من حقوق الانسان. ومرفق عام 30/9 قراوه البلاوبي ديالو راه مرفق عام. انا كرئيس الجامعه راه تندير واحد العمل اللي تديروا لمنظوميات الصحه وتديروا لمنظوميات التعليم وتديروا كل شيء، اذا راه تديروا المرفق العام. كنشكر كل الطاقم الاعلامي اللي اليوم متواجد معنا واللي كيواكب معنا هذه المناظره الاولى الجهويه حول الرياضه. كما جاء على كلامي في المداخله ديالي اليوم، ارتأى مجلس جهة باش يمشي في حوار تشاوري مع كل المتداخلين في قطاع الرياضة كما عملنا في مناظرات أخرى بالنسبة للمناظرة ديال الاستثمار. فهذا كينبت بأن اليوم مجلس جهة خدا هذه المبادرات التشاركية في كل جل القطاعات باش نلمسوا أكثر ونقربوا الإشكاليات الحقيقية ديال القطاع الرياضة، واللي كتعرف اليوم بأن عارفين بأن بلادنا داخلة على يعني واحد لقاءات كبيرة واللي كأس الإفريقية وكذلك كأس العالم. اليوم حاولنا نشوفوا جوج ورشات أساسيين اللي باش نقدروا نأهلوا هذا القطاع هذا. الورشة الأولى نتحدثوا ونتكلموا على البنية التحتية اللي كتسهر بها الجهة، وكذلك سبل ديال الدعم كيفاش يمكن نحسنوا الحكامة ديال التدبير ديال الدعم لهذه الفرق الرياضية. شكرا. تطلعات بان الجهه عندها رغبه فاش تحل المشاكل ديال الدعم المالي ديال الانديه وديال الجمعيات، ولكن ايضا حتى هذا المكون الاخر اللي هو شريك اساسي له العديد من المشاكل. هذه المشاكل اللي خاص المفروض على هذه الندوه نلقاو اجابه صريحه واجابه واضحه، لا فيما يتعلق بالولوج للقاعات او الفضاءات الرياضيه، لا فيما يتعلق بايجاد حل للمشكل الدعم ومشكل الموارد الماليه اللي كتعاني منها مختلف المكونات الرياضيه، ولكن ايضا لابد من ان نستحضر بان هناك قاسم مشترك ما بين الجهه وما بين كل المكونات بان الجهه غتكون قبله للعالم. حقيقه مكتب الجهوي سجل واحد النقله نوعيه في الانخراط ديالو الحقيقي والفاعل والجاد في الميدان الرياضي، لان الكل شيء تعتقد على ان تنديروا الدعم وكذا وهذا، متفقين، ولكن راه ماشي دعم، هذا راه حق، لان احنا تنمارسوا المرفق العام، تنديروا المرفق العام، ضد الرياضه بصفه عامه والدراجه بصفه خاصه اللي عطات ابطال ومازال تتعطي الابطال، هي تتمارس المهام ديال المرفق العام، وبالتالي احنا فخورين اولا بالنتائج ديالنا على مستوى الجهه، فخورين على الانشطه اللي درنا هنايا، حيت انا درنا جوج ديال الطوافات ديال الجهه، ودرناهم في واحد الوقيته اللي تنعرفوا بالتراث الحضاري والثقافي والاقتصادي ديال الجهه. من القاعات مقارنه بالجمعيات الممارسه لكرة السلة بالجهة، إلا أن ممارسة وتداخل أنواع أخرى من الرياضات بنفس القاعات تجعل التوقيت المخصص لكرة السلة لا يكفي، وهو ما ينطبق على باقي الرياضات حيث يؤثر سلبا على مردودية الجمعيات وتنافسية الفرق. أنا جد مسرور لحضور المناظرة الجهوية حول الرياضة، وكنمثل رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عضو جامعي. اذا الورشه كانت المناظره كانت ناجحه جدا، وطرقوا جميع النقاط اللي كتخص الرياضه وجميع الرياضات ومنهم كره القدم، وانا كتخصني كره القدم لانه كنطالبوا كما شفتوا الجامعه عملت اكثر من 30 ملعب في انحاء المملكه الشريفه، ولكن مع الاسف طنجه تطوان الحسيمه الا نالت 13 ملعب، فلهذا رقم ضعيف وضعيف جدا. وطلبت ولحيت على السيد الرئيس وعلى الاعضاء والمتداخلين والسلطات المحليه والسلطات المنتخبه على انه يضفروا الجهود
لتوفير الوعاء العقاري، والجامعة مستعدة تكون شريكة ديالهم، وهي شريكة جميع الجهات المملكة، اذا باش تكون شريكه وتوفر لهم الملاعب للتكوين للشباب، لان احنا ما خصناش نخلطوا الامور، الملعب المركب الكبير والملعب للتكوين، الفرق كبير وفرق شاسع. احنا كنهضروا على الاكاديميات، على تكوين الابطال، صناعه الاجيال، اذا هذا هو اللي كنتذكروا عليه، ومشكوره الجهه فمشات في هذا الاتجاه هذا. الحمد لله التحولات التطورات اللي عرفتها الرياضه بالمملكه تحت القياده الرصيد لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، خصوصا الاعلان عن بطوله العالم لكره القدم، بالاضافه الى مختلف التظاهرات للقاري والعالمي اللي تحضرتها الجهه، كان مجموعه من النقاشات، مجموعه من التصورات حول دور الحكامه فيما يتعلق بالتدبير الرياضي، بالاضافه الى تعزيز المشاريع البنيه التحتيه، وتم التطرق في الندوه لمختلف الاكراهات ومختلف الوسائل للنهوض بقطاع الرياضه في الجهه. بالمناسبه كنهني رئيس الجهه وكل اعضاء المجلس الجهه والسلطات المحليه في هذه الجهه على الاهتمام اللي معطي الرياضه، وعلى ايضا التوصيات اللي خرجت بها هذه المناظره هذا، اللي اكيد ان شاء الله غادي تعزز المسار الرياضي في هذه الجهه هذه. مريم رحموني، بطلة المغرب سابقا في رياضة الدراجات الهوائية. المناظرة اللي يعني كتحدث حول الرياضة وحول أفق الرياضة، وسورتو في هذه الجهة ديال الجهة طنجة تطوان الحسيمة، صراحة مجلس الجهة كيدل على أنه كيعمل واحد المجهود مع واتفاقيات عديدة مع الجامعات الملكية، وايضا مع يعني وذلك لتعزيز المنشآت الرياضيه وايضا تعزيز الرياضات بقطاع الجهه. وحنا صراحه فخورين وجد ممتنين لهذه الجهه. بينا نجوا بينا نديروا تعالوا بينا النوادي يدخلوا، كون عند المداخل. وبغيت نرحب كذلك واحد الاخ معنا اللي هو رئيس الجامعه ديال الكره الحديديه، مرحبا بسي حضان، وإن شاء الله غادي نكون معكم. شكرا لكم وكنت معكم.